السلام عليكم متتبعي قناتي أريزاد، كيف أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. حبوباتي اليوم جبت لكم نصائح وطبايع لازم توالفوهم من الأول لزوجكم المستقبلي. في الشهور الأولى من الزواج هي كتاب مفتوح والراجل يكون فرحان بيك. التم لعبي لعبك، ماشي بالحيلة والتحريش على دارهم، لا لا، نطلعوا النيفو، لعبي لعبك من حيث انك تخلقي جو للعلاقه نتاعك. نبداو بالامثله. اولا، ولفي راجلك ينحي حوايجو مسخين يحطهم في سله الحوايج، قولي له مره زوج يوالف. ثانيا، ولفي روحك انت تنوضي معاه الصباح مام اذا ساكنه مع يمه، وهي تنوض توجد القهوه نوضي معاه، ما تخليش الفرصه يقولوا ما على بالهاش بيه، نوضي ريحي معاه منين يروح الخدمة تحبي تولي تتكسلي ولي. ثالثا، حاجة قبل ما تنوضيه روحي غسلي وجهك، بروسي سنانك، مشطي شعرك، وما تنوضيش كي الغولة، وديري الريحة وأكدولي عليها، والله يولي يحمد ربي اللي عطالو مرة كيما انتي. رابعا، ولفيه تخرجي يلو كان زوج مرات في الشهر، خرجوا انتي وهو بوحدكم تبدلوا شوية وتنحوا على خاطركم. خامسا، حذاري ثم حذاري، سواء تكوني عايشة مع دارهم ولا وحدك، توصل للجمعة وتقولي لنا روح عند ماما، ياو هو يستنى الجمعة بفارغ الصبر باش يريح وتلبسيله وتماكيه ويشوف مرته نهار كامل، ياك مسكين سمانة كامل هو يجبد. سادسا، تقلشي، راكي عروسة وصغيرة، وجعك راسك قولي له وجعني، قولي له جيب لي شيبس شيكولا كيما الدراري الصغار، ما تطيحيش عليه كبيرة، كوني كبيرة في العقلية ماشي في الهضرة. سابعا، وخصوصا اللي يسكنوا مع العائلة، بدلي 3 مرات في اليوم، ايه قولي له انا هكذا نبغي نبدل، نحب نلتها بروحي، نحب الحطة، والله هي البنات ما من مربية وعاقلة بصح هاد تطبع في الناس تحقر بالعين وكامل حب المظاهر، ديري قيمة من لبستك وما يقولوش جبنا من والو، كوني ديما كلاس. ثامنا، ما تطيحيش على الشغل كيكوزات ولا سندريلا، كل يوم بيدون ونشاف، اخدمي قد ما تقدري، عييتي قولي عييت راني مريضة، شحال من وحدة عفست على قلبها قالت روحها بونيشة بعقد الزواج. تاسعا، ما تسمعيش الهضرة تاع السلافات والحماتات، والله عيشي حياتك مع راجلك، هما عبارة عن عائلة بعيدة بصح عائلتك انتي تبدأ من راجلك وولادك. لازم نطلعوا النيفو، خلينا من فلانة لبست، فلانة شريت، فلانة كيما مت ما تحبنيش ما نحبهاش، تحبك حبة يحبك راجلك يكفي، يتهردوا الاخرين. هادو هما نصائحنا ذكية عروسة، ان شاء الله يكونوا عجبوكم، ونتمنى انكم تطبقوهم في حياتكم الزوجية، ونتمنى لكل عروسة الهناء. هادو هما، ديروا لجام وكومنتار واشتركوا في القناة الى عجبكم النصائح، ماشي تشاهدوا الفيديو وتهربوا، لا لا، باه نزيدكم غير جديد. ادعوا لي ربي يسهل لي ويسهلكم حبوباتي، نلتقي ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم.